الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا من فترة يسألونك عن الإنسان والحياة التي تأتيكم على الهواء مباشرة وعلى أرقام الهاتف 01-853-804-853-805-853-806. ويمكنكم أيضا إرسال أسئلتكم نصية على رقم الواتساب 76-64-99-19، ويجيب اليوم عليها سماحة الشيخ زهير قوصان ضيفنا لليوم. تحية لكم مولانا، حياكم الله. صباحكم الله بالخير. صباحكم الله بالخير والعافية. شيخنا يقول: من سار بين الناس جابرا للخواطر أدركته عناية الله ولو كان في جوف المخاطر. أكيد ظاهر مش حديث شريف، مش حديث عن أحد الأئمة، ولكن مقولة: وصاحب المعروف لا يقع، فإن وقع وجد متكئا. شو منفهم سماحة الشيخ من أن جابر الخواطر تدركه رحمة الله ولو كان في جوف المخاطر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. طبعا الإنسان الذي يقدم المعروف بين يديه ويقدم الصنيع الجميل للناس لابد أن يحفظ له هذا الصنيع، لأن الناس وإن كان بعضهم لا يعترف ولا يحفظ الجميل حتى لله سبحانه وتعالى، ولكن ليس كل الناس، الكثير من الناس يحفظون الجميل ويحفظون المعروف، وبالتالي صانع المعروف وصانع الجميل والسائر بقضاء حوائج الناس وجبر خواطر الناس إذا ما ابتلي، وكلنا في معرض الابتلاء، لابد أن يجد من الناس من يقف إلى جانبه، يؤازره، يعينه، يساعده على مواجهة الصعاب والشدائد التي يمكن أن يواجهها. وهذا تسخير من الله سبحانه وتعالى، لأن ولماذا نربط الأمر بالله أن الله يهيئ له؟ لأن الله طبيعي أمرنا بأن نحفظ الجميل لمن صنعه لنا، الله أمرنا أن نشكر وأن نرد المعروف لأهله. فبالتالي لما هؤلاء الناس يردون لنا الجميل، يردون لنا المعروف، يقفون إلى جانبنا كما وقفنا إلى جانبهم، بل حتى لو لم تقف إلى جانبه هو شخصيا، بل لأنك تقف إلى جانب المستضعفين، إلى جانب المظلومين، إلى جانب المحرومين، لأنك تعين أصحاب الحاجات، فيراك الناس، وعندما تقع في مشكلة يقول أن هذا يستحق، لأنه عندما يرى أحد في مشكلة لا يقصر، فهو وقع الآن لابد لنا أن نمد له يد العون والمساعدة. جميل. فهذه كلها بتوفيق من الله، لأن الله أمر الناس جميعا أن يكونوا إلى جانب بعضهم البعض، فبالتالي الناس يرون ويحفظون في الغالب. هلأ بعض الناس ما عندهم وفاء، بعض الناس ما بيحفظوا الجميل، خير إن شاء الله، ولكن ليس كل الناس. فلا بد لهذا الإنسان أن يجد من يعينه في يوم من الأيام إذا ما ابتلي، إذا ما وقع في أمر أو حاجة أو ما إلى ذلك. فمن هنا نفهم أن على الإنسان أن لا يبخل في مد يد العون ما دام قادرا، ولا يندم ولا يأسف إذا خسر مالا أو خسر وقتا أو خسر جهدا أو ما إلى ذلك، حتى لو لم يفي هذا الشخص بالذات الذي صنع معه المعروف، حتى لو لم يكن من الأوفياء، لا تظنن أن معروفك يضيع بين الناس، فإن لم يحفظه لك نفس الشخص الذي صنعت معه المعروف سيرده لك آخرون يرون منك هذا الصنيع الجميل ولو مع غيرهم، فيردوه لك. يعني مرة أنا بصنع المعروف مع فلان
هو نفسه فلان إذا احتجت بيوقف إلى جنبي مثل ما وقفت إلى جنبه. أحيانا لا، حتى لو فلان لم يحفظ الناس بتشوف وبتحفظ، فالله بيهيئ لي مثل ما أنا الله سخرني لخدمة هؤلاء الناس وقضاء حوائج هؤلاء الناس وجبر خواطر هؤلاء الناس. الله سبحانه وتعالى يسخر ويهيئ لي من يعينني ويساعدني ويجبر خاطري فيما لو وقعت في مصيبة أو بلاء أو ما إلى ذلك. عموما سمح الشيخ، يعني بهذا الموضوع جبر الخاطر يعني هو حكما العطاء ولا لا؟ حتى ممكن الكلمة كلمة طيبة جبر خاطر. يعني اليوم إذا شفت إنسان محزون، نعم، إنسان يائس، نعم، خصوص اليوم نحن منمر بهذه الظروف التي نمر بها في هذا الوضع المعيشي المأساوي التي يعاني منه الناس جميعا، فبعض الناس قد يصل به اليأس إلى حافة الانتحار. نعم. تجي أنت بتحكي معه كلمتين بالطيب خاطره، قد ما تقدم له شيء، لأنك لم تملك أن تقدم له شيء، ولكن بكلمة منك تجعله يتحول من اليأس إلى الأمل فينطلق من جديد، يتحول من التشاؤم إلى التفاؤل فينطلق ويتحرك ويتغير حاله، فإذا أنت أنقذته. ولذلك من الوصايا التي وردت على لسان النبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام أن شخصا جاء وقال دلني على شيء فعلته أدخل الجنة، فقال له أنل مما أنالك الله، فقال وإن كنت أنا أحوج ممن أنيله. نعم. قال له اصنع للأخرق، من جملة الوصايا اصنع للأخرق، يعني إذا واحد هيك معتوه، إذا واحد عقليته ضعيفة ما عنده إدراك ما عنده قدرة على التدبير على التفكير، أنت حاول توعظه، حاول تنصحه، حاول تعطيه فكرة، تعطيه كذا. فإذا نفس هذا الفعل هو نوع جبر للخواطر، هو نوع معروف، هو نوع صنيع. مروحة جبر الخواطر هي كبيرة، واسعة كتير كتير، لا بالكلمة بالبسمة بتشوف واحد فاقد عزيز تلاقي واصل لحالي يعني من الانهيار النفسي وهذا بيتحول حتى إلى انهيار جسدي. نعم. تجي أنت بتقعد بتعزي بتطيب خاطره ده بيتغير، نفسيته بتتغير، نفسيته بترتاح. مريض يعني رافض يتعالج، رافض ياخد دواء، رافض خلص خليني موت واخلص، بتيجي بتحكي معه كلمتين بيروح بياخد الدواء بياخد العلاج وبيصح وبينشنش وبيرجع عادي. فانت قديش عملت معه مليح انت بهذه الكلمة الطيبة. نعم. اسمح لي اسمح شيخ ياخد اتصال وبرجع. تفضلوا. الو الو تفضلوا. ألو. نعتذر من صاحب الاتصال، كان معنا اتصالين ظاهر مقطوعين. طيب سمعت الشيخ، يعني في عنا هاي الحالة اللي جبر الخواطر وفي عنا كسر الخواطر. يعني جبر الخواطر أولا يعني هيدي علاقة بين البشر مع بعض، ومنلاحظ أنه الله عز وجل هو يعني يؤتي أجر هذه العبادة، يعني حتى أدرجت بخانات العبادة جبر الخواطر، لأنه خدمة الناس بعضها لبعض هي قمة العبادة. قمة العبادة. وكسر الخواطر كمان، يعني كسر الخواطر ظاهر أكيد يعني بده يكون جريمة. جريمة جريمة كسر الخواطر. نعم. يعني بالتالي في عقاب عليه، لأنه الله سبحانه وتعالى لما حدثنا عن الصدقة وعن العطاء وعن الإنفاق
قال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. لأنه أحيانا أنت بتجي إنسان بيطلب منك مساعدة قد تعطيه، فبتبلش تمن عليه قدام الناس وبين الناس بتحكي، هذا عم ينكسر خاطره. فدي عم يتأذى هذا لما بتجي أنت بتقعد بين الناس، والله إجاني فلان ما ملاقي حق خبز، جوعان ما ملاقي طعم ولاده، أعطيته اللي فيه النصيب. طيب ماشي، أعطيته اللي فيه النصيب ضروري تفضحه؟ أنت عم تكسر خاطره، أنت لما أعطيته جبرت خاطره، بس لما حكيت عليه كسرت خاطره، وهذه أصعب من تلك. ما بتساووا مع بعض يعني. أبدا. وهيدي عليها مية وهيدي عليها بتجرح. مية بترجع للسفر. هي بتأذي. هي بتأذي. ما بيقولك لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. نعم. اسمح لي إنكم تأذوهم لهدول الناس. اتصال تفضلوا. ألو. تفضلوا. ألو. تفضلوا. ألو. نحن سامعين. تفضلوا. اولا بوجه تحيه لكم، بس عشان ما اخدش من وقتكم كتير لانه احنا من المتشيعين الجداد. اهلا وسهلا. انا متابعه، كنت مع الشيخ ياسر عودي، بس عايزه لو سمحت عندك اسئله. اتفضل. وارجوك معلش اعمل الحلقه دي لحسابنا، وليا طلب عندكم بس تعملوا لنا وقت بس للتعريف بالعبادات الصحيحه ارجوكم، وفي وقت يكون ثابت يتابعوا يوميا. إني حضرتك إزاي، لأن إحنا صعب إن إحنا نحصل على كتب يعني حتى تنزيلها يعني صعب. يعني أنا بتصور بهذا الموضوع بشكل خاص، نحن بخدمتكم بهذا البرنامج ساعة بيبتدئ من 9 للـ10 إلا 10 دقائق، اسألوا اللي بدكم إياه عن أي عبادة لحتى سماحة الشيخ يجاوب. بس هو لو يبقى وقت منتظم، لأنه مش في كتير قاعدين. هو وقت منتظم يعني بيقدروا يتواصلوا. شايف حضرتك إزاي؟ برنامجنا هذا كل يوم باستثناء السبت والأحد. على عيني وعلى راسي. أنا معي، مش كلنا نقدر نتواصل. مش كلنا بنقدر نتواصل. حتى لو عن طريق الواتساب حتى. ولا أنا تليفوني عادي اللي بتكلم حضرتك عليه، لا في واتساب وفي لا أقل مني من كده بكتير. عشان كده بقول لحضرتك، وكان في برنامج اسمه مقال ودل ثبتوا لنا ميعاده، برضه ده لطيف يعني عجبنا، بس فجأة بيظهر وفجأة بيختفي، مش عارفين له، مش عارفين نمسكه، مش عارفين هو فين بالظبط، بيجي إمتى ما بيجيش إمتى، مش عارفين. أوكي. الأسئلة بقى دلوقتي فيها عندنا يعني احنا مجموعه بس هم عاطين الاسئله. واحده، الحمل اللي كان في بطنها لغايه 5 شهور حي وقتل عمدا، هل الديه بتاعته قد ايه والتكفير الذنب ايه؟ ده اول سؤال. السؤال الثاني، اذا كانت واحده حلفت او رجل حلف ان هو لو عمل شيء معين بياخد من بلة محمد، هل الحكم ده ياخد يعني من هو في شخص كان يعني اتعصب لدرجة ان هو قال انا لو فعلت الشيء الفلاني خرجت من ملة محمد. خرجت. نعم. تاني حاجة، اذا دعا عليك يعني انت بتعمل عمل طيب وكل هذا عمل يعني او فهم خطأ، والطرف الاخر انت دعا عليك، هل الدعوة دي هل لها رد، بمعنى لها دعاء معين يردها نتيجة مثلا النتائج المترتبة عليها، هو دعا مثلا بالأذى، دعا بأنك تظلم، إنك هل في دعاء لرد تجديد؟ نعم. الرابع، نعم، أحسن طرق إيه للتخفيف عن الميت المذنب؟ نعم. أحسن الطرق للتخفيف عن الميت المذنب. دلوقتي في حد بيجي وهو بيدعي ما بيعرفش يدعي لنفسه لوحده. نعم. يعني هو مثلا يقول اللهم ايه اصنع بنا ما انت اصنع بي ما انت اهله، فقولك اللي هي في دعاء العشرات، فقول لك اللهم اصنع بي وباولادي وباحبتي ما انت اهله. بتقبل ولا لازم يقول يلتزم بالنص في اي دعوه، مش بس كده انا بضرب مثال. نعم. يعني هو بيضطر، هو اوتوماتيك بيلاقي نفسه بيدعي كده. نعم. وبعدين في دعاء العشرات مكتوب كله الله احد، هل الايه ولا كلمه كله الله احد بس؟ نعم. اوكي. اهلا وسهلا. اللي هو
دعاء يسرع القبول. يعني في ناس مننا كتير بتدعي بتدعي دعاء لسنين والدعوة ما مش مستجبتش، مع انه بيدعي حلال وبياكل حلال وبينفذ الشرائع ومع ذلك الدعوة والدعوة ما فيهاش أذى الآخرين. ففي حاجة أنا كنت قريت في اللي هو مفاتيح الجنان دعاء سيدنا علي لتسريع قبول الدعوة، ومع ذلك وعطتها لهم من برضه ما نعم نعم كده. اهلا وسهلا فيكم، اهلا وسهلا فيكم. عم تتابعونا هلا على قصدي عم تتابعونا على التلفزيون او على الفيسبوك؟ بتابعك على التلفزيون بس على التليفون؟ لا لا على التلفزيون دلوقتي. التلفزيون. اهلا ماشي. شكرا جزيلا وشكرا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حتى تكون أختنا جهزت حالها وتابعتنا على التلفزيون. عم بيقول إذا شخص نسي يتوضى والتفت بعد الصلاة هل يعيد الصلاة أم لا؟ طبعا، لأنه يصدق أن هذه الصلاة بلا طهور والصلاة بلا طهور باطلة. بيقول شخص عفوا كسر خاطري ومن قلبي أدعو الله أن يكسر بخاطري مثل ما كسر بخاطري، فينا نعفو ونسامح؟ طبعا الله سبحانه وتعالى دعانا إلى العفو والصفح. مثل ما نحن لما منغلط مع الناس بنقول يا رب سامحنا، كما لما حدا بيغلط معنا لا بأس أن نقول يا رب سامحه واعفو عنه. السماح أو المسامحة سماحة الشيخ أفضل ولا الدعاء للانتقام أو حب الانتقام بشكل عام؟ لا، الصفح أولى. الصفح وإن أولى. تعفو أو تصفح بالنفس سماحة الشيخ، حب الانتقام وحب العفو أو العفو والانتقام، حب العفو يدل على ارتفاع من شيم الكرام العفو عند المقدرة. إذن فلنذهب إلى العفو راحة لأنفسنا طبعاً. وراحة لغيرنا. مولانا عم تسأل إنه إذا في حمل خمسة شهور من يعني حمل من لخمسة شهور وحصل الإجهاض، شو هي الدية وكيف يكفر عن الذنب؟ إذا كان ذكر ألف دينار، والألف دينار يعني حوالي 500 ليرة ذهبية، وإذا كان أنثى 250 ليرة ذهبية، هذه ديته أو ما يعادل قيمتها ثمنها. يعني لمن تعطى الدية؟ تعطى لولي الجنين، يعني للأب، للأب إذا كان موجودا أو للجد للأب. إذا كان الأب شريكا في إذا كان الأب شريكا فتعطى لورثة الجنين، للأولاد، لإخوة الجنين مثلا. نعم. أو لأقرباء، لمن يرث الجنين، لأن القاتل لا يرث من المقتول. فهنا باعتبار أن الأب هو الذي أقدم على عملية الإجهاض فتدفع لورثة هذا الجنين. لو استسمح القاتل الورثة بيمشي الحال؟ هذا شيء ثاني صار، لأنه أنا إلي عليك حق وسامحتك فيه. ما في مشكلة. طيب شو تكفير الذنب سماحة الشيخ؟ لا لا، هون الكفارة، الكفارة هون استغفار، ما في عنا كفارة يعني بالنسبة إلا القتل الخطأ، ذاك بالنسبة للقتل الكفارة صيام شهرين متتابعين. بهالحالة هون ما في كفارة، إنه ما وارد كفارة إلا إذا اعتبرناه إنه هي كفارة قتل، كفارة قتل عمد، فقط كفارة قتل العمد فلا بد من الصيام، صيام شهرين متتابعين، عتق رقبة، عتق رقبة ما في، فيصوم شهرين متتابعين. ما في إطعام بهالحال. وبتصور هي كفارة جمع، يجمع بين الخصال. ثلاثة مع بعض. إذا عتق ما في فبيطعم. يصير اثنين صوم. طيب، لو حلف يمين إنه لو فعلت الأمر الفلاني لخرجت من ملة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا اعتبار لهذه اليمين.
لأن الخروج من ملة محمد حرام، ودائما اليمين المنعقدة لابد أن يكون متعلقة أمر مباح، أمر مشروع، والخروج من ملة محمد أمر غير مشروع، فلا ينعقد هذا اليمين يعني، ولا عبرة به، كأنه الهواء يعني، ما في شيء. لا. حدا عمل مع حدا عملا طيبا ففهم خطأ فدعا عليه، هل هناك دعوة مضادة للدعوة؟ ما في أصلا، هذه الدعوة لا قيمة لها. مش كل إنسان دعا على إنسان خلص الله سبحانه وتعالى رح يسمع ويستجيب، وخصوصا إذا كنت أنا مشتبه. يعني أنا والله اشتبهت أن فلان ظلمني فرحت دعيت عليه، اللهم انتقم من فلان لأنه ظلمني. ثم الله بيعرف أنه هذا ما ظلمني، أنا اشتبهت أنه ظلمني، أنا ظنيت أنه ظلمني، لكن هو في الواقع لم يظلمني، هو في الواقع لم يسئ إلي، والله يعلم أنه لم يسئ إلي، فلو دعوت عليه اللهم خذه، اللهم انتقم منه، اللهم مثلا افعل به كذا، لو لا لو معنى لو لهذا الدعاء. لنفترض سماحة الشيخ أنا أسأت إلى أحد فدعا علي، أسأت له قيراطا فدعا علي بقنطار، نفس الشيء، نفس مثل الشيء. ما الله قالنا ما بيصير تنتقم ممن يعتدي عليك بأزيد من حجم الاعتداء الذي اعتدي. كمان الله بالمقابل لو دعوت فلان مثلا جرحني، يا رب نتفه، يا رب خليه يروح شقف نتف مثل ما بيقولوا، يا الله رح يسمع لي؟ ما أنت أصلا ما لك عنده حق، إذا لك عنده حق لك عنده حق بهالمقدار، فعم تطلب من الله يأخذ أكثر يعني، معقولة الله سبحانه وتعالى يقبل؟ ممكن نحن بالدنيا والله واحد اعتدى علينا بشيء بسيط منروح للقاضي منقول له روح انتقم منه، عاقبه بشيء أكبر. يمكن القاضي هون يكون قليل دين، يكون قليل ذمة كذا، يسمع لي لأني أنا مثلا متنفذ، أنا عندي سلطة، أنا عندي مكانة معينة، فيسمع لي القاضي ويروح ينتقم أزيد مما يستحق هذا المعتدي أو هذا المذنب. لكن الدعوة إلى الله أن يا رب افعل به كذا وكذا لأنه فعل به كذا، الله سبحانه وتعالى مش شغيل عندي ولا موظف عندي، والله لا يظلم بأكثر مما يستحق المعتدي والجاني، فذلك هذه الدعوات لا تؤثر. عم تقول انه حدا دعا الله كثيرا ولم يستجب له، هل هناك شيء يسرع القبول ولا في شيء بيحكم الدعاء؟ من هلا نحن اذا بنرجع الى دعاء كميل مثلا، نشوف في فقرة بدعاء كميل تقول اللهم اغفر لي الذنوب التي تمنع الدعاء، تحبس الدعاء، نعم، وتمنع الإجابة. يعني في عنا بعض الذنوب أحيانا قد يكون الإنسان عنده ذنب، هون بدي شوف يعني في عدة احتمالات لعدم إجابة الدعاء. تارة يكون عدم إجابة الدعاء بسبب أني مبتلى بذنوب معينة، الله سبحانه وتعالى بسبب هذه الذنوب يمنع إجابة دعائي. نعم. كما ورد في بعض الروايات أن رجلا لم يرزق بولد وكان يدعو الله بأن يرزقه الولد ولم يرزق، فناجى ربه فرأى في المنام وسمع هاتفا يقول له إنك تدعو منذ عدة سنين بقلب ساهٍ ولسان بذيء، بقلب ساهٍ ولسان بذيء، يعني صحيح أنت عم تدعي الله بس أنت بقلبك ما بتوجه إلى الله. ويضاف إلى هذا اللسان الذي تدعو به الله هو لسان بذيء فحاش كمان، فهذا نوع من أنواع الذنوب قد تحبس الدعاء وتحجب الدعاء. أيضا رواية أخرى أن بني إسرائيل في سنة من سنوات المحل وقلة المطر سألوا نبيهم موسى أن يسألوا الله تعالى إرسال المطر وإرسال الغيث، فجمعهم وبدأوا بالاستسقاء، فأوحى الله له فيما أوحى لا أستجيب لكم وفيكم نمام. هذه أمور، وأحيانا لا، ما بالضرورة يكون الإنسان مذنب حتى يؤخر الإجابة.
قد يكون الإنسان يدعو بشيء لاعتقاده مصلحة في هذا الشيء الذي يدعو به ويطلبه ويسأله من الله، والله يعلم أن لا مصلحة لهذا الإنسان في تحقيق هذا الأمر، فلا يجيب له الدعاء ولا يستجيب له دعاء رحمة به ورأفة به. وهذا ما نقرأه في دعاء الافتتاح: ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. يا رب أدعوك وقد لا تستجيب لي، ولعل هذا الإبطاء وعدم الإجابة خير لي لأنك تعلم حقائق الأشياء ولا أعلمها. إذن في عندنا حالات كثيرة واحتمالات كثيرة لعدم إجابة الدعاء، وبالتالي على الإنسان أن لا ييأس، على الإنسان أن لا يمل، يبقى ملحا بالسؤال، يبقى ملحا بالطلب والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى مع توفير شروط الإجابة وظروف الإجابة، بأن يبتعد عن الذنوب والخطايا وأن يطهر لسانه وما إلى ذلك. نعم، يعني هلأ عم تقول أنه ورد عن أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه دعاء أن يسرع الإجابة، بس الظاهر بهالحالة سماحة الشيخ حتى لو دعونا بالدعاء المسرع وما في مصلحة، الله عز وجل الله حكيم، الله حكيم. إذا كان الله ما بده إياني، أنا أفرض عن بدعي الله يصير معي مال، نعم، ويمكن الله بعلمه شافني أنا بس يلعب المال بإيدي، يلعب الفار بعب نعم، بدي انحرف، نعم، والله حريص علي أني أبقى في حالة الاستقامة، نعم، فما أعطاني مال، ما قبل يستجب لي هذه الدعاء رأفة بي ورحمة بي. يعني كما حذر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من طلبه بالدعاء، فدع حذروا بالأول، قال له طيب ادعي لي، فدعا له بكثرة غنمه وبكثرة نسبه، بطل يجي على الصلاة وبطل يجي على بطل يدفع الخمس يدفع الخمس والزكاة. يعني في عنا حالات عديدة، ونسأل الله تعالى أن يكون المانع خير. نعم، شو هي أحسن الطرق للتخفيف عن الميت المذنب؟ يعني هلأ التخفيف عن الميت المذنب أن نؤدي بعض الأعمال الصالحة، نهدي له ثواب صلاة، قراءة قرآن، صدقة، عسى أن يقبل الله سبحانه وتعالى ويخفف عنه. دعاء، حتى الدعاء، نعم، يعني الدعاء له بالمغفرة مليح، هو كله كله مليح، حتى بس مسألة أن نجزم بأن هذا حتما سيخفف أو سيزيل، هذا لا نستطيع أن نجزم به. طيب، المسألة متعلقة بطبيعة الميت المذنب. هلأ موضوع التخفيف سمحت شيخ، موضوع الهدايا مثلا التي ترسل إلى كله كله من مظنة أن يخفف من ثواب أعمال، كل مظنة أن يخفف، كل هذه الأعمال يظن أنها تخفف، نعم. أما على نحو الجزم واليقين ما في شيء، ما في، يمكن واحد الله سبحانه وتعالى ما بده، واحد ما مخلي موبقة إلا ما مرتكبها، وكل أيامه وكل حياته قضاها مثل ما بيقولوا بالمعاصي والبعد عن الله وكذا، يعني بعد ما مات بدنا نجي نعمل، بده الله سبحانه وتعالى يدخله إلى الجنة، مو معلوم، لكن نحن نعمل على أمل أن يخفف الله سبحانه وتعالى أو يغفر الله سبحانه وتعالى له إن شاء الله. الله غفور رحيم، آمين. شخص لا يعرف أن يدعو لنفسه فقط بل يشرك معه غيره، أولاده، جيرانه، أصحابه، أصدقائه، بس هو خرج عن نص الدعاء بهالحالة، ما في مشكلة، ما في، يعني احنا ما عنا شيء بيقول يجب أن نلتزم بصيغة الدعاء. يعني افرض أنا عم بقرأ دعاء ويقول اللهم اغفر لي، فبدل أن أقول اللهم اغفر لي قلت اللهم اغفر لنا، وقصدت مجموعة من الناس، نعم، أو قصدت كل المسلمين، أو قصدت، نعم، كل الناس، شو المانع؟ ما في مشكلة. بالعكس، هذا شيء جميل، أن تحس بالآخر وأن تشمل الآخر بدعائك، فهذا أمر جيد.
مثلا بدعاء ليلة القدر عادة، بأي دعاء في أي وقت، في صيغة بتقول خلص رقبتي من النار، إيه اللهم فك رقبتي، اللهم فك رقابنا، اللهم فك رقبتي ورقبة والدي وأخوتي وأولادي وزوجتي وأقاربي وأصدقائي وجيراني وإخواني، خير إن شاء الله. العكس ويكون ذلك، يعني فيني أنا بجيب الصيغة، بجيب الصيغة الأصلية للدعاء إذا بدي يعني إحطاط، إذا بدي إحطاط فيني جيب الصيغة الأصلية للدعاء وبرجع بعيد الفقرة نفسها بس مع تضمينها للمجموع ولمن أحب. ما في مشكلة بدعاء العشرات عم تقول فيه أنه بتدعي كذا وبتقول قل هو الله أحد، الله قراءة سورة قل هو الله أحد، هو سورة قل هو الله أحد مش بس قل هو الله أحد. لا يقول سماحة الشيخ بطلبه أنه شخص غير مسلم يريد أن يسلم ويتشيع، ما هي الأمور التي تجعله شيعيا؟ أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، معتقدا صادقا فيما يقول، ويتوكل على الله ويعمل بما يفرضه المذهب الجعفري من اعتقادات وأحكام شرعية، فهذا هو المسلم الشيعي. إذن هي شهادتي الإسلام، فقط شهادتي الإسلام، لا إله إلا الله محمد. يقال أنه أحد الأشخاص من السنة جاء إلى السيد محسن الأمين رحمة الله عليه عندما كان في الشام، قال له سيدنا أريد أن أتشيع ماذا أقول؟ قال له قل لا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال له ما أنا قايل من زمان. قال له إذا أنت شيعي غايته في بعض المسائل لازم تتعرف عليها لحتى وتعمل فيها، خلص ما في فرق من حيث الأصل، ما في فرق. نعم يكفي التشهد هو الشهادتين وبيبقى بعض القضايا، يعني بعض القضايا التفاصيل لابد أن يطلع، هو الاعتقاد بالأئمة بالأئمة بعض الأحكام التي قد يكون فيها اختلاف بين السنة والشيعة وما إلى ذلك وفرق المسلمين، فلابد أن يتعرف عليها من مظانها ومصادرها ويعمل على طبقها فيكون مسلما شيعيا. نعم وندعو الله له بالتوفيق. آمين. بيقول سماح الشيخ من المتعارف عليه أن عزرائيل هو ملك الموت، هذا الشيع ملك الموت. نعم صحيح. الشيع المعروف عند كل الناس، ولكن هل ذكر القرآن الكريم أن عزرائيل هو ملك الموت؟ يعني هلأ طبعا بالنص القرآني الظاهر ما في آية أن عزرائيل ملك الموت، وإنما ورد لفظ ملك الموت أو تتوفاهم الملائكة أو ملك الموت، غيت بعض النصوص والروايات هي التي بيّنت أن عزرائيل هو ملك الموت. إذن مثل ما دائما يعني منقول انه مش كل الاعتقادات الإسلامية هي واردة بتفصيلها واردة في القرآن، لا مش بالضرورة. اذا عندنا السنة، عندنا حديث الأئمة، عندنا كل يعني في كثير من القضايا قد يرد ذكرها بشكل إجمالي ويأتي التفصيل من خلال السنة، سواء على مستوى العقائد او على مستوى الفقه. يعني حتى أهم شغلة عندنا سمحت شيخي موضوع الصلاة، مثلا الصلاة قال أقيموا الصلاة، ما قال لي كيف، ما قال لي شو بقرأ، ما قال لي صلاة الصبح كم ركعة، ما قال لي صلاة الظهر كم ركعة، ما قال لي صلاة العصر كم ركعة، ولم يقل لي ماذا أقرأ في الركعة الأولى وماذا أقرأ في الثانية، ماذا أقرأ في الثالثة، ماذا أقول في التشهد، لم يقل لي، لم يبين لي هذه التفاصيل، غايته قال لي صلي واركعوا مع الراكعين، فهمنا أن الصلاة فيها ركوع، بس كيف، شو شكله، ماذا نقول، ما تحدث بالقرآن الكريم. غايته جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصلى بالناس وقال لنا صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن نحن نراقب رسول الله صلى الله عليه وآله كيف صلى، صلى الصبح بالطريقة الفلانية نصلي كما رأيناه يصلي، صلى الظهر بطريقة كذا نصلي كما رأيناه نصلي، هذا هو.
وهكذا كثير من القضايا التي ورد ذكرها بشكل إجمالي ويأتي تفصيلها من خلال السنة المطهرة. نعم. يسأل سماحة الشيخ عن أنه بهالأوضاع المادية الصعبة أنه شغله ما عم يكفي وراتبه ما عم يكفي، فصار له شغلة بحارس ليلي بأحد النايتات، فهل يجوز له أن يزاول هذا العمل سمح الشيخ؟ يعني هلأ البعد عنه، في عنا أشغال أخرى، يعني مش إلا هو هذا العمل. إذا النايت كلوب هذا في عمل حرام وعم يتمارس في أعمال محرمة، هو جاي يحرسهم ويحميهم، هذا مشكل ما بيجوز. يعني ما بيجوز نجي نحمي الناس اللي عم يمارسوا الحرام ونحرسهم. ما بعرف. على كل سماحة الشيخ، يعني في أحيانا الظروف المادية صعبة لا تبيح كل شيء، يعني طبيعي مش بالمطلق، إلا في حالات الضرورة القصوى، الضرورات تبيح المحظورات. يعني إذا خلص سكرت بوجهي ما في إلا هذا الطريق وصدق فعلا أني مضطر ولا يمكن رفع الاضطرار إلا بهذا الطريق، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما ما دام الإنسان يمكن أن يبحث عن طريق آخر فلا يجوز له أن يدخل في هذه الأمور المشتبهة. يعني بيضل في حلول عفوا طبيعي، بيضل في حلول، يعني انه لو واحد مثلا وصلت معه الامور لحد انه خلص ما بقى في ما في مجال الا هاتك له، يعني في هاتك لي لظروفه لوضعه، ولا حل الا هذا الحل، ساعة الضرورات تبيح المحظورات. يقول أنا اليوم زوجي طلقني ودخلت في العدة، في حال إذا جاءني عريس وصار كتب كتاب من دون دخلة، هل يمكن أن أفعل ذلك أم لا يجوز؟ لا، العقد باطل ما دامت في العدة، لا يصح العقد عليها وهي في العدة. فلا بد أن تنتظر حتى انتهاء العدة، حينئذ إذا أرادت أن تتزوج فيمكن لها أن تتزوج، وإلا لو عقدت والحال هذه فالعقد باطل. يعني هي في العدة سمحت الشيخ، يعني كأنما ما زالت زوجة. ايه. فلا يصح العقد على المرأة في عدتها. طيب حأرجع لنفس السؤال سمحت الشيخ بعد اتصال. تفضلوا. ألو. تفضلوا. اهلا وسهلا. تفضلوا. الو. نحن ما عم نسمعكم، عم يقطش الخط اذا بتسمحي. اوكي كده تسمعني حضرتك؟ نعم تفضل. اوكي، ما انا بقول لك النهارده الحلقه اللي حسبنا في عده اشخاص امهم توفت وغضبانه عليهم، يعملوا ايه؟ الحاجه الثانيه في واحد مديون وما عندوش قدره على السداد بس عنده نيه السداد، ايه الدعاء اللي يفضل يقوله لغايه ربنا ما ييسر عليه قضاء الدين؟ بس مش هاخد من وقتكم كتير، وشكرا لكم. احنا اللي حسبنا النهارده، ها خلي بالكم. نحن بخدمتكم. اهلا وسهلا فيكم. الله يخليك. الله يخليك ويديمكم ان شاء الله. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. طيب اذا سمحت الشيخ، حجاوب رد على الموضوع المطلقه. بحال العدة هي بعدها زوجي، يعني مثل ما بينقال إن واحد عقد على المطلقة وما زالت في العدة كأنما يعقد على امرأة متزوجة، العقد باطل. طيب عم تقول هي سمح الشيخ ربما يكون العقد صوري فقط، ما في شيء اسمها إما عقد أو لا عقد، إذا ما في عقد
مجرد حكي يعني مش قاصدين المعنى، فهذا باطل. إنه باطل أصلا لحال. هو باطل يعني. باطل لحال. هو باطل لأنه صوري لم يقصد. نعم. وإذا لا كان مقصود غايته ما في دخول، ما في أي ترتيب أثر، بس هو في عقد، فهذا عقد باطل على كل حال يعني. طيب أختنا عم تسأل عن أنه شخص متوفى ولكن هو غضبان على أناس، كيف يمكن يتحللوا من هالغضب هذا أو يعني يؤثر؟ هو ماتوا غضبان على ناس ولا لا. ماتوا في ناس غضبانين عليه. هلأ إذا ماتوا غضبان على حدا، نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يا رب خذ يعني ارضي من عندك حتى يرضى علينا. نعم ارضي من عندك أنت يا رب، ندعي الله سبحانه وتعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضيه من عنده وأن يلهمه أن يسامحنا. لأن يعني ورد في بعض الروايات أن حقوق الناس هذه تؤجل حتى يسقطها أصحابها، ويقال أنه يدعى يوم القيامة أصحاب الحقوق ويدعى الخصماء، ويبدأ الله سبحانه وتعالى يغري أصحاب الحقوق أن يتنازلوا عن حقوقهم ويسمحوا ويسامحوا خصماءهم. الله ما يعني لك كذا ولك كذا ولك الله. كذا نعم. يعني فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشملنا بهذا الأمر ويلهم هؤلاء أن يعفوا عنا. وإذا لا كان الحي هو الغضبان على المتوفى، فما عليه إلا أن يغفر له ويسامحه ويترحم عليه ويصفح عنه. طيب إذا كان واحد على يدين سمحت الشيخ، في دعاء محدد يعني ندعو بأي دعاء؟ هلأ دعاء محدد ما حافظ دعاء بعينه إنه يدعو بهذا الدعاء خاصة، هذا بكتب الأعمال والأدعية فيه أدعية من هذا القبيل كثير. صحيفة السجادية سمحت شيخ كأنه فيه ممكن فيه في بدعاء أدعية الصحيفة السجادية فيه، بمفاتيح الجنان فيه، بكثير من كتب الأدعية فيه هيك شيء. ولكن بشكل عام أفرض واحد ما عنده أي مصدر من هذه المصادر، ما عنده الصحيفة السجادية، ما عنده مفاتيح الجنان، وابتلي بدين، يكفي أن يتوجه إلى الله بنية صادقة وقلب خاشع ويتوسل إلى الله عز وجل، اللهم وفقني وقدرني على وفاء هذا الدين وسداد هذا الدين. يعني والله سبحانه وتعالى هو من قلبه طبعاً. يعني أنا بتمنى من كل أخواننا من كل أحبتنا من كل أعزائنا أنه عالم الدعاء ما يحاول يحصر نفسه بصيغة معينة للدعاء، بالعكس خليك فطري، خليك عفوي في علاقتك مع الله، في مناجاتك لله، في سؤالك لله سبحانه وتعالى، كن عفوياً، المهم تصرف بعفوية، المهم يكون القلب أيوة متوجه بكله إلى الله، قلب ساهن يعني عم بدعي الله سبحانه وتعالى. أنا فعلا أنت متوجه إلى الله بكل صدق بكل إخلاص بكل محبة بكل تسليم بكل ثقة، وادعو بما شئت ولو قلت كلمة واحدة، يا رب أنت أعلم بحالي وفي نيتك نعم. يا رب أنت أعلم بحالي وغني عن سؤالي، الله. وانت متوجه بكلك الى الله بس هالكلمة، يا رب انت اعلم بحالي وغني عن سؤالي، بل حتى لو قال يا رب فقط بدون ما يضيف الها اي كلمة، بس هو بمكنون نفسه يعلم ما يعتلج في قلبه، الله مطلع، الله شايف، ما في داعي نجي نشغل أنفسنا بحفظ الأدعية. هلأ جيد واحد يحفظ أدعية، لا سيما الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم الصلاة والسلام، إذا استطاع الإنسان أن يحفظها ويدعو بها جميل، ولكن الأجمل أن يكون عفويا في علاقته مع الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بيقول أمس جلست مع زملاء العمل على طاولة عليها نبيذ وأنا في أوروبا،
هل في ذلك إثم وما كفارة ذلك؟ طبعا كفارة والاستغفار، هو مأثوم لا يجوز الجلوس على مائدة الخمر. هل مرة في حالة اضطرار ولم يستطع أن يتخلص من هذا الأمر قد يعذره الله سبحانه وتعالى، أما إذا ما في اضطرار فهو مأثوم وعليه الاستغفار ولا كفارة غير الاستغفار. كفارته الاستغفار وعدم العود إلى ذلك مرة ثانية. دعاء لقضاء الدين: اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، وبطاعتك عن معصيتك. في حدا بعث لنا اياها يعني، هذا واحد من الادعيه. اللهم اقض عنا الدين، بكثير من الادعيه وارده هذه الفقره في ادعيه شهر رمضان. نعم. اليوميه. في الطلاق الرجعي هل للزوجه ان ترفض الرجوع الى بيت الزوجيه؟ لا، ما فيها. لا، لأنه الرجوع مش متوقف على رضاها أو عدم رضاها، بمجرد أن يقول أرجعتك أو يمسكها من يدها مثلا أو يقبلها فهي رجعة. يعني أفرض واحد كان قاعد هو زوجته هو ومطلقته الرجعية، فجأة عانقها وقبلها. نعم. وكان قاصدا بهذا التقبيل فعادت أوتوماتيكية، خلاص بشكل أوتوماتيكي. إذا كانت واضعة حجابها، كونها مطلقة فوضعت حجابها على رأسها أمامه، فجاء ورفع عنها الحجاب، تعتبر عادة بهذه النية وبهذا القصد، تعتبر رجعة. مسكها من يدها بقصد الإرجاع، بنية الإرجاع، فهو إرجاع يعني، حتى لو قلت بدي وما بدي وكذا ما فيها خلص. شيخنا عم تقول: أنا عايشي هلأ حاليا بأفريقيا، في كلاب حراسي يعني حوالينا، عادة بطعمهم لهالكلاب، فصاروا اخدين كسر علي، مجرد ما شافوني بيهجموا علي، بيصيروا يتوددوا إلي وبصيروا يدلسوا حالهم حتى بتيابي، وأحيانا بيلعقوا رجلي يعني حتى ما ظهر من رجلي. بهالحالة سمحت شيخ، هل يكفي التطهير بالماء أم بدي أعمل شيء تاني، وخصوصا أنه التيابي أنا بغيرهم كلها بوقت الصلاة؟ في حال التماس بين الكلب وجسم الإنسان ما لم يكن هناك رطوبة فلا إشكال ولا نجاسة، هاي بتنحل بموضوع التياب، بموضوع التياب، بموضوع الجسم، ما دام ما في رطوبة لا في جسد الكلب ولا في ثياب أو جسد الإنسان. نعم. فلا نجاسة أصلا، ما في نجاسة، ما في نجاسة. طيب، هل الكلب نجس؟ صحيح، ولكن تنتقل النجاسة منه إلينا مع وجود الرطوبة المسرية. أما في حال اللعق، باعتبار أنه عندما يلعق أكيد اللسان رطب في لعاب وكذا، فسينجس، فيكفي هنا التطهير بشكل طبيعي، يعني بالغسل بالماء بدون أي شيء. نعم، التعفير بالتراب خاص بالأواني، لو شرب الكلب أو أكل من إناء لابد أن نمسحه بالتراب أولا ثم نغسله بالماء مرتين. أما بالنسبة للثياب، بالنسبة للأرض، بالنسبة لبعض الأمتعة، بالنسبة لجسم الإنسان، لو وقع عليه شيء من لعاب الكلب أو مثلا لو باشره الكلب برطوبة أو ما إلى ذلك، يكفي أن نطهره بالماء كما نطهر أي نجاسة من النجاسات الأخرى. وما في داعي بهالحالة لتعفير بالتراب، لا فقط الأواني، الصحون، الكؤوس، هذه إذا أكل أو شرب منها الكلب هي التي تعفر بالتراب أولا ثم تغسل بالماء. نعم. عم بيقول سمحت شيخ: علماني غربي مسيحي، مسيحي الأبوين، يبحث عن الدين الحق، غير مقتنع بالمسيحية، منجذب للإسلام، لكن متخوف كون الإسلام دين خيالي ولكن غير صالح للتطبيق، لأنه
لم توجد منذ نشأته إلى اليوم الدولة الإسلامية الحقة على كما يريد الله، وإن مقتل سيد الشهداء عليه السلام بعد 20 سنة فقط من وفاة جده الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله دليل على أن الدين لم يصلح النفوس المريضة وهم الغالبية. كيف نرد عليه؟ طبعا نحن خلص وقتنا اليوم سماحة الشيخ. طبيعي حتى لو ما خلص وقتنا هذا الكلام لا يكفي فيه أن نرد على سؤال في مثل هذا البرنامج، هذا لابد له من جلسات ونقاش واطلاع على حيثيات ومعطيات الدين بشكل عام، لأنه لابد أن نفرق بين الدين وبين أتباع الدين، لأنه ما يذكره في من دين وفي ما يذكره من تجاوزات ومن إشكالات هذه العلاقة بالإنسان المرتبط بالدين وليست إشكالات على ذات الدين، لأنه كم وكم إنه هناك يعني مقتل الإمام الحسين يعني دليل أنه الدين ما قدر يصلح نفوس المسلمين. يعني اليوم نحن بنعطي مريض دواء، في مريض بيتعاطى مع الدواء بشكل صحيح ويشفى، وفي مريض بيتعاطى مع الدواء بشكل غير صحيح ما بيشفى، بالعكس بيتفاقم المرض. إن شاء الله بنحكي. فلذلك المسألة لا تحتاج إلى نقاش وحوار يعني بشكل مباشر. نعم. ولا نعم. يكفي أن ندير نقاشا من بهذا الشكل على برنامج مدته قصيرة جدا. نعم. شكرا جزيلا سمعت الشيخ زهير قوسان لنهاية لقائنا. شكرا لكم أعزائنا، نلقاكم غدا بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.